احتفال غير أخلاقي هيخلي كريستيانو رونالدو بره السعودية في آخر الموسم، وشكاوى ضده من الأندية السعودية. أثار البرتغالي كريستيانو رونالدو اللاعب النصر السعودي جدل كبير في الصحف والمواقع السعودية بعد احتفاله في مباراة النصر ضد الشباب في الدوري السعودي، واللي انتهت بفوز مثير للنصر بنتيجة 2-3 أحرز رونالدو فيهم هدف في المباراة بضربة جزاء. وصورت الجماهير رونالدو وهو رايح بعد المباراة لجمهور الشباب واستفزهم بحركات غير أخلاقية وممنوعة داخل الملاعب السعودية لأنها بتخل بالأداب العامة وسط هجوم عليه وهتافات ضده من جمهور الشباب. الموضوع ما وقفش لحد هنا، فأكدت الصحافة السعودية أن الاتحاد السعودي هيفتح تحقيق في الواقع، وإدارة نادي الشباب قررت أنها تقدم شكوى رسمية للجنة الانضباط والأخلاق ضد كريستيانو رونالدو. بس من الممكن ان رونالدو ما يتعاقبش على الاحتفال ده بسبب ان كاميرات المباراة ما رصدتش الواقعة، وان الفيديو اللي اتصور كان من تصوير الجمهور، والموضوع هيتوقف على تقرير الحكم ومراقب المباراة. واستقبل رونالدو هجوم وانتقادات من الجمهور السعودي اللي شاف ان دي حاجة ما تنفعش داخل الملاعب ولا مباريات كرة القدم، وطلبوا برحيله من السعودية لانهم شافوا التصرف ده في عدم احترام لعادات وتقاليد البلد اللي هو فيها. وبيقدم رونالدو من ساعة ما راح النصر السعودي مستويات كويسة واداء قوي، وده عكس ما كان الكل متوقعه ان هيلعب من غير شغف لانه رايح عشان الفلوس. ومسجل رونالدو 22 هدف في بطولة الدوري لحد دلوقتي، وبيسعى انه يحقق الدوري السعودي ودوري ابطال اسيا مع النصر الموسم ده.